يا مساء الجمال. لو انت شغال على منتجات او انت عندك متجر الكتروني او عندك محل، المهم ان انت بتعرض منتج. فانا في الفيديو ده جايب لك طريقه انا عن نفسي اتصدمت لما جربتها، فقلت لازم اعمل لها فيديو عشان الناس كلها تشوفها. الطريقه دي اللي انت هتصور المنتج بتاعك وبالذكاء الاصطناعي هيظبطه لك ويحط لك خلفيات حلوه بحيث ان انت تقدر تعرضه لو عندك بيج او انستجرام او هتعمل اي اعلان. يلا بينا نبدا الطريقه. يكون مثلا المنتج ده، ولو محدش يعرف المنتج ده فهو ماتش، هنصوره عادي جدا. احنا كده صورناه تمام. هنخش على ابلكيشن كاب كات. طبعا الناس كلها عارفه الابلكيشن ده، بس الميزه دي لسه متضافه جديد، والاي اي عموما هم عاملين يطوروا فيه في الابلكيشن جامد قوي. هنخش هتلاقي برودكت فوتو، هتدوس عليها، هتختار الصوره اللي انت صورتها وتعملها اديت. هو هنا مديك اوبشن كتير جدا جدا بحيث ان انت تختار عايز الصوره دي تبقى عامله ازاي. نجرب دي مثلا. دي الصوره بعد ما اتعملت اي اي، حاجه منتهى الروعه. وعندك بقى اوبشن كتير جدا جدا تجرب اي حاجه فيهم. مثلا نجرب دي برضو، نفس الكلام مظبط لك الدنيا على الاخر. تقدر تاخد الصوره دي تحطها في اي منصه من المنصات بتاعتك، تقدر تستخدمها على الاعلان، تقدر تضيف عليها كلام لو انت عايز تستخدمها في اعلان. شوف هو مديك هنا حاجات كتير جدا جدا جدا. تعال نجرب اخر حاجه مثلا بتاعت الورد دي، حاجه منتهى الروعه بامان. فدلوقتي لو انت عندك اي منتج وبتصوره وبتنزله على البيج، لا مش هتاخد من وقتك اقل من دقيقه بحيث ان انت تطلع المنتج بالمنظر ده. وطبعا مش محتاج اشرح، لو المنتج بالمنظر ده الدنيا بيبقى فيه تفاعل اكتر، بيبقى فيه مبيعات اكتر، الكلام ده كله مش محتاجين نشرح النقطه دي بتاعت اللي هو انت الصوره تبقى حلوه. طيب تمام، خلصنا الصوره دي، عايزين ننزلها بقى عشان نستخدمها. هتلاقي اكسبورت فوق كده، هي سيف. نرجع تاني، الصوره اللي احنا سيفناها اهي موجوده عندك، صوره عاديه جدا جدا. فدلوقتي لو انت استفدت بالفيديو ده، انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب، علشان في القناة هنا احنا بنتكلم اي حاجة بتخص التسويق الالكتروني وبالاخص اعلانات الفيسبوك.